في 27 من يوليو عام 1980 توفي الممثل المصري رشدي أباظة. اشتهر الفنان بخفة الدم والوسامة، كما تميز بالبساطة في الأداء التمثيلي. قام الفنان في بداية مشواره الفني بأدوار سينمائية صغيرة، حيث شارك في أفلام موعد غرام. سوري يا زهر، لكن اللادي مش هنقدر نتعشى سوا. ليه المانع؟ المدرب لقاني مش فورمة وعاوزني أتمرن 3 ساعات بحاله. انت عارفة الماتش الجاي هو ماتش الموسم ولازم نكسبه. لمع نجم الفنان سريعا لطلاته المميزة وتمثيله المختلف ليصبح من أهم وأشهر أبطال السينما المصرية. قام الفنان بتمثيل العديد من الأفلام السينمائية المميزة والمتنوعة، كأفلام حكاية مع الزمان وزوجة رقم 13. اسمع، أنا هقولك بصراحة، كلهم كانوا منمرين علي عايزين يتجوزوني. لا يا شيخ، حتى أختك. أختي؟ عيشة. عيشة، عيشة دي أختي من بابا. توفي الفنان رشدي أباظة عن عمر يناهز 53 عاماً.